ما هي هذه القواعد؟ قالوا كقولنا الامر يجوز، فالامر يجوز قاعده كليه، واكل الاوامر الوارده في القران والسنه فانها تدل على القاعده من قواعد الاصول، الامر يجوز الامر اذا اطلق تدل على قواعد الاصول الا اذا قام دليل يصرف الى غير ذلك من المد والسقط. فمثلا اقيم الصلاه هذا امر، ولكن اما القاعده الاصوليه تقول ان قاعده امر الوجود اذا الصلاه أوفوا بالعقود قاعدة أمر، وبما أن القاعدة تقول أمر الوجود إذا كتاب الوجود بل وصلوا إلى كتاب العقود واجب. مثلا يعني لا تقربوا، كذلك العلماء قالوا النهي بالتفسير، قال الذي رآه العلماء قال النهي إنما الخمر والميسر والأنصار والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه هنا هذا نبي،
Thank you.
Thank you.